صور لحفلات الزفاف وأخرى لتدريبات كرة القدم في خمسينيات القرن الماضي، وثالثة لتظاهرة في القدس، وهناك وثيقة بملكية أرض في إحدى القرى، كلها أجزاء من تاريخ الفلسطينيين الذي يسعى مشروع الأرشيف الرقمي في المتحف الوطني الفلسطيني لتجميعه وترقيمه في محاولة للحفاظ عليه، وبالتالي الحفاظ على القصة الفلسطينية. نحن نلم شمل الذاكرة الفلسطينية المبعثرة عبر الحدود ونجمعها في هذا الأرشيف وثم نعرضها للعالم عبر هذه المنصة. يعني نحن نقدم كل ما يدل على صمود وإنتاج وإبداع الإنسان الفلسطيني أينما وجد. 145 ألف وثيقة يسعى الأرشيف الرقمي لجمعها وترقيمها على مدى 3 سنوات ومن مختلف أنحاء الوجود الفلسطيني في الوطن والشتات. الوثائق تجمع من أناس عاديين أو بلديات وفرق مسرحية أو كشفية لتحكي التاريخ الفلسطيني منذ عام 1800 وحتى عام 2005. نحن بنحاول أنه إحنا نوصل لكافة الأراشيف اللي هي بحاجة لأنها تتم توثيقها لحتى ما نفوت في مشكلة ضياع الأرشيف الفلسطيني اللي هو تعرضت له يعني البلاد لأكثر من مرة. مرحلة جمع الوثائق من المواطنين قد تكون الأصعب، لكن تليها إعادة ترميم بعض الوثائق في مختبرات خاصة، وهي عملية دقيقة وتحتاج إلى وقت وجهد. نستقبل الوثائق هون، نفحصها قبل بعثها لمختبر الرقمنة، نحاول نجهزها بحيث ما تتضرر بعملية الرقمنة، وبنفس الوقت بنحافظ عليها ونرجعها لأصحابها بطريقة مع إرشادات كيف يحافظوا عليها عندهم في بيوتهم أو في مؤسساتهم. ويهدف المشروع في مراحله المتقدمة لأن يكون منصة افتراضية للمتحف الفلسطيني، كما تمكن من عمل موقع إلكتروني متاح للجميع من دارسين وباحثين في الحياة الفلسطينية. حفظ الصور والوثائق بما فيها من قصص وسرد للتاريخ الفلسطيني هدفها حماية القصة الفلسطينية أمام محاولات إلغائها من قبل إسرائيل وغيرها. نسر سلمي من المتحف الفلسطيني في بلدة بيرزيت شمال رام الله، الميادين.